يا حمود يا حمود اذكر الله يا حمود، قل لا اله الا الله وهونها وتهون ووسع صدرك. شلون اوسع صدري؟ شلون تبيني اوسع صدري؟ شلون تبيني اوسع صدري وانا ما ادري متى بتزوج؟ كل ما خطبت لي امي واحده يا يقولون انها مخطوبه، يا يقولون انها فايته، يا يقولون انها الولد عمها. وثلاثه يوم انا هذه اللي انا ابيها لي انا ياخذها منه، ياخذها محمد، ياخذها اخوك ذا الاشهب. انت ما سمعت امي وامك تو وش يقولن؟ شو يقولن؟ يقولن ما اخذها منك محمد، ما اخذها منك. اخو البنت هو اللي عي عليك وقال ابيك انت ما يدم محمد. ورا معي ورا معي قال ابيها لحمود. ورا معي ورا ما قالها اني انا عندي حربه ومتزوج. لا ولا قوة الا بالله. شلون افهمها انا هذا؟ شلون افهمها؟ يا حمود يا حمود وانا اخوك ما يصير. انت ما سمعت امي تو وش تقول؟ تقول الرجال لو يازن عقله جبال، المراه تزلزل عقله وتمحطمه في الارض. داعي انا داعي قاعد ادعي ربي، ادعي ربي انها تصير لي. انت لا تصير لمحمد. انا داعي قاعد ادعي انا. بس بعد انت وين دعيت فيه؟ داعي في روشني. روشني وش فيه؟ كله تسجيلات وصور. ومحمد داعي في المسجد. وفرق بين دعوتك ودعوتي. والله لو اني داري كان لا احتريه لين يقوم من المحراب واجلس مكانه وادعي باقوى ما عندي انها تصير لي. لكن ما الله الهمني اني اروح وادعي في المسجد.